لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. موقف النهاردة موقف عجيب جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وقال للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: أطيعوا الأمير، فمن أطاعه فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. خارجين الصحابة مع هذا الأمير وهم في السكة حصل ما بينهم حاجة بسيطة كده، فالأمير غضب عليهم فأمرهم أن يجمعوا حطبا. قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا، ثم قال: أوقدوا فيه نارا. فأوقدوا فيه نارا، ثم قال لهم: ألقوا بأنفسكم في النار. فلما هموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار قام شاب صغير وقال: على رسلكم، يعني استنوا شوية، فنحن ما فررنا إلى رسول الله إلا خوفا من النار، نحن آمنا بالله عز وجل واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن نزحزح عن النار ومن أجل أن ندخل الجنة، فقد قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فانتظروا، فإذا عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن ندخل النار سندخل النار. يعني أهم حاجة المقياس في الموضوع إيه؟ إن احنا نسمع أمر النبي عليه السلام، إن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا، وإلا فلا نفعل. فقالوا يعني خلاص ماشي ننتظر. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمير أمرنا إن احنا نرمي بأنفسنا في النار، فإن أمرتنا فعلنا وإلا فلا نفعل. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. حاجة عجيبة جدا، أكتر حاجة تعجبت منها في هذا الحديث قول هذا الشاب الجميل التقي الورع، قال لهم: فإن أمرنا رسول الله أن نلقي بأنفسنا في النار فعنا وإلا فلا. علماءنا علمونا أن طاعة أي إنسان في الدنيا يا جماعة مقيدة بشرطين: أول حاجة المعروف، ثاني حاجة الاستطاعة. بمعنى أن لو أي حد في الدنيا أمرنا بشيء في معصية ربنا سبحانه وتعالى فلا طاعة له علينا، ولو أمرنا بشيء خارج نطاق المقدرة أو الاستطاعة برضو فلا طاعة له علينا. يعني مثلا ربنا أمرنا نحن نطيع الأم والأب، طب وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في المقابل طبعا وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى لما الأم والأب أو لو صديق أو زوج بيؤمر زوجة بحاجة فيها معصية لله، يبقى أمرنا هنا أن احنا نعصي الطرف الآخر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. طيب لو حد أمرنا بشيء ما هوش في استطاعتنا برضو لا طاعة له. يعني لو إني زوج قال لزوجته: لو سمحت أنا عايزك تنقلي الجبل ده من المكان ده للمكان ده، هي ما تقدرش تنقل الجبل، وما فيش أي إنسان في الدنيا يقدر ينقل الجبل. إذن فتسقط الطاعة هنا لأن هو بيأمرها بحاجة ليست في مقدورها. يبقى طاعة كل مخلوق على وجه الأرض مقيدة بقيدين: المعروف والاستطاعة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعة النبي مطلقة. ليه؟ لأن النبي لا يأمرك إلا بشيء في طاعة لله، ده النبي هو المعصوم، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعة النبي مطلقة لأنه أولا ما بيأمركش إلا بشيء
في طاعة لله وما بيأمركش إلا بشيء في استطاعتك وفي مقدرتك. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي جمعت جميع مقامات الدين. مقامات الدين: إسلام، إيمان، إحسان. الآية بتقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. خب بالك، لا يؤمنون هنا لا تنفي كمال الإيمان وإنما تنفي أصل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يمذكر بعضها حاجة. هنا ينفي كمال الإيمان، إنما في هذه الآية ينفي أصل الإيمان. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل الإنسان لو ما حبش لأخيه ما يحب لنفسه هل هنا يكون كافر؟ لا طبعا، إنما يكون إيمانه ناقص. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، اللي ما يتوضاش يبقى صلاته لا تصلح. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كمال الصلاة ولا بينفي أصل الصلاة؟ بينفي أصل الصلاة، لأن اللي ما يتوضاش ما ينفعش يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة باتفاق. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إذن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينفي بكلمة لا، وأحيانا ينفي كمال الأصل، وأحيانا ينفي كمال إيه؟ أحيانا ينفي أصل الشيء، وأحيانا ينفي كمال الشيء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هنا بينفي كمال الإيمان، لا ينفي أصل الإيمان. لا صلاة لمن لا وضوء له، هو هنا ينفي أصل الصلاة ولا ينفي كمال الصلاة. الآية هنا بتنفي أصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان. ويسلموا تسليما، ده الإحسان. يبقى الآية شملت جميع مقامات الدين. سبحان الملك. ولذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن مجرد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أي مخالفة؟ قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إذن أي حد هيعصي أمر النبي، هيخالف أمر النبي، خد بالك بيعرض نفسه للفتنة، إنه يفتن في الدنيا ويخرج عن دائرة الإيمان، أو يخرج عن دائرة الاتباع، أو يخرج عن دائرة كمال الإيمان حتى، واخد بالك؟ وفي الآخرة ممكن يعذب، بيعرض نفسه للعذاب، فأوعى. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك من نفسك. شوف دي، أولى بك من نفسك، هو أولى بك من نفسك. يعني أنت بتسلم له نفسك أكثر ما تسلم نفسك لنفسك، لأن نفسك ممكن تأمرك بالسوء. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. أما إذا أمرك النبي بشيء فأنت تطيع النبي طاعة مطلقة، لأنك تعلم إن النبي بيأخذ بإيدك إلى مرضات الله وإلى جنتي. يقينا النبي لا يأمرك بمعصية، ده متفق عليه، ما فيش حد عنده شك في المعلومة دي ولا في النقطة دي أبدا. النبي عمره ما بيأخذ بإيدك إلا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني في إيه؟ في كل حاجة. كل اللي هأمرك به يوصلك للجنة، وكل اللي أنهاك عنه يوصلك للنار. واضح؟ ولذلك هو قال كده: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والأحاديث كثيرة جدا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. كل الروايات ديت وكل الأحاديث دي تفيد يا جماعة حاجة واحدة، إن النبي عمره ما كان بيدلك إلا على طريق الجنة.
وعمره ما كان بيحذرك إلا من طريق النار. واضح كده؟ ولذلك بقى خدوا بالكم إحنا ليلة دي ليلة 23، ليلة 23 النهاردة 22 رمضان، ليلة 23، ليلة 23 دي ليلة وترية. ربنا يا رب يرزقني وإياكم ليلة القدر. ولذلك أمنا عائشة كما صح عند الترمذي بسند صحيح قالت له يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عايزين نقف مع الحديث ده وقفتين، أو نقف مع ليلة القدر وقفتين. الوقفة الأولى سبحانك يا ربي، يا رب اعف عنا يا رب وارحمنا يا رب العالمين. وسامحوني والله أنا يعني الليلة دي بالذات والله جاي لكم أنا مريض وتعبان جدا جدا ومش قادر أتنفس فعلا، فسامحوني لو لقيتوني بنهج يعني وأنا بدي الحلقة، فسامحوني وادعولي ربنا يرفع عني هذا البلاء. يعني حسيت صدر ربنا يا رب يرفع عنه وعن جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. لكن عشان في موعد بيني وبينكم ما أقدرش أخلف الموعد حتى لو كان على حساب صحتي. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب ويرفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم آمين يا رب العالمين. ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. الله، شوف يا أخي العزيز، سبحان الله، سبحان الله على كرمه هو الودود سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لما بيكون واحد صاحب شركة بيجي كل سنة ويعمل مكافأة زي ما بيقولوا كده حوافز علشان يشجع اللي شغالين عنده ان هم يستمروا ويعني ويحاولوا بقدر الامكان ان هم يشتغلوا طول السنه عشان المكافئات اللي في اخر السنه. ولله المثل الاعلى، حبيبنا سبحانه وتعالى بيملك مكافئات في كل سنه، بل في كل يوم، بل في كل لحظه والله. لكن مكافئات شهر رمضان كبيره قوي قوي وكثيره قوي قوي، شهر المغفره والرحمه والعتق من النار. كل يوم في مكافأة في رمضان، لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. شوف المكافأة عاملة زي من أول ليلة، لسه النهاردة 30 شعبان وبكرة رمضان، فأول ليلة بدأت دلوقتي مثلا. فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شوف المكافأة الكبيرة ديت، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كل ليلة ربنا بيعتق عدد كبير من المسلمين من نار جهنم. قل لي ممكن ربنا يعتق رقبتي من النار وبعدين بعد النار بعد رمضان أقع في معصية تاني فأبقى من أهل النار؟ أقول لك أنت بقى ما فهمتش مقصود النبي من حديث ذوت. من كمال وتمام عتق ربنا لرقبة المسلم من النار إن ربنا سبحانه وتعالى لما يعتق رقبتك من النار أو يعتق رقبتك من النار بينجيك من ان انت تقع في حاجة تهلكك وتوديك النار. يعني ايه هبقى معصوم؟ لا، ما حدش معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا هيوفقك للطاعة ويعتق رقبتك من النار. فلو وقعت في معصية بعد رمضان ربنا يوفقك ان انت ترجع له بسرعة علشان وتتوب بسرعة علشان يقبلك ويتوب عليك ويخليك برضو من اهل الجنة. ده من تمام العتق. واخد بالك، هو مش العتق فقط ان يقول لك انا عتقتك من النار وبعد رمضان يتخلى عنك سبحانه وتعالى فتقع في النار. لا، هو الكريم لو كتب ان انت من اهل الجنه لا يمكن يوديك النار، ولو كتب ان انت هتنجو من النار لا يمكن يدخلك النار. خلاص، ده من تمام العتق. شوف المكافاه الجميله، شوف سبحانك يا رب، سبحانك يا رب رحيم، رحيم ورحمتك ليل ونهار. احنا مغموسين في رحمتك يا رب، احنا غرقانين في رحمتك، بلغة العوام غرقانين في رحمتك يا رب. لكن الانسان سبحانك يا رب وقليل من عبادي الشكور، قل ان الانسان يشعر بنعم ربنا ويشكره ويحمده ويؤدي فضل ربنا وشكر ربنا. ويعني سبحانك يا رب احنا ما نعرفش نوفي ربنا يعني اي فضل ولا اي نعمة من النعم اللي انعم بها علينا، لكن بنقول يا رب يا رب، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل والله يا معاذ إني لأحبك. شوف النبي لما يقسم لواحد يقول له إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب خليني أذكرك دايما، فلما أذكرك أشكرك، فلما أشكرك هعرف أعبدك صح. سبحان الله، شوف الترتيب العجيب دوت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، قول اللهم عني في دبر كل صلاة. يعني فين؟ يعني بعد ما تصلي وتسلم؟ لا لا، دبر كل صلاة يعني لسه في نفس الصلاة، بعد ما تخلص التشهد وقبل ما تسلم قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب قويني يا رب، لأن أنا من غيرك منفعش، أنا من غيرك منفعش، أنا من غيرك مش عارف أذكرك. أنا ممكن أجي أذكرك تحول بين قلبي وبين ذكرك، ممكن تحول بين لساني وبين ذكرك، لكن لو وفقتني إن خلي قلبي دوت مليان عزيمة وحب ليك إن أنا أذكرك، هتخليني أذكرك. لو خليت لساني يتحرك بذكرك هقدر أذكرك، لكن لو حلت بين قلبي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي وأنكم إليه تحشرون. خد بالك، لو ربنا حال بين القلب وبين الحب مش هتعرف تحب ربنا صح، مش هتعرف تذكر ربنا صح. لو حال بين لسانك وبين جوارحك وبين طاعته مش هتعرف تطيعه صح، مش هتعرف تذكره صح. يبقى أعلم أنك بالله ولله هتقدر تذكره. بالله ربنا هو اللي هيعينك، ولله ابتغاء مرضات ربنا هتقدر تذكره. لو ما كانش فيه الإعانة من ربنا والله ما هتعرف تعمل أي طاعة لله سبحانه وتعالى. لحسن تقول ده أنا الحمد لله أنا تعلمت بإرادتي وبقوتي وبعزمتي وبقيت داعية بقوتي وإرادتي وذاكرتي، وكل ده يضيع في لحظة. تخيل لما يبقى عالم مال الدنيا كلها علم، لو هو ماشي وقع مرة واحدة فراسه اتخبطت في حاجة فقد الذاكرة، خلاص ما بقاش عالم وما بقاش حاجة، فقد الذاكرة. تخيل حضرتك، يعني ممكن بعد ما كان عالم الناس بتحبه وتوقره ووا، ممكن بعدها تلاقي الأطفال في الشوارع ماشيين بيخبطوه بالحجارة، فقد الذاكرة، ما بقاش عنده ذاكرة، لا بقى في علم ولا بقى ذاكرة ولا فاكر حاجة ولا عارف مين ده ولا مين ده بخبطة واحدة. قد ايه الإنسان ضعيف. فأخلص النية لله عشان ربنا يحفظك. والنبي علمنا الوصية دي، قال احفظ الله يحفظك. ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، سنه معدي 90 سنة وماشي مع تلاميذه، فجأة راح نط من على صخرة عالية كده، قالوا له كيف ذلك يا إمام؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله فحفظها الله لنا في الكبر. احفظ ربنا سبحانه وتعالى. تحفظ ربنا ازاي؟ بأن انت تفعل ما أمرك به، وتنتهي عما نهاك عنه، وتأتمر بما أمرك الله به. في الوقت ده تبقى أنت حفظت المولى عز وجل، والله عز وجل يحفظك، يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في دنياك وآخرتك. ربنا اللي يحفظك. سبحانك ما أرحمك، سبحانك هو الودود الشكور اللي قال في محكم آياتي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كان الله شاكرا عليما، تعمل طاعة قد كده يكرمك ويتقبلها وينميها ليك وانت ما تستحقش الأجر ده كله. شوف النبي بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، من تصدق كما عند البخاري، من تصدق بعدل تمرة بما يوازي تمرة، بس بشرط من كسب طيب من حلال الطيب، فإن الله شوف مش يتقبلها، وتيجي يوم القيامة تلاقي في ميزانك تمرة. تخيل التمرة دي حضرتك، شوف من كرم ربنا. أنا ما أقدرش أوصف لك كرم ربنا والله، وإلا أبقى إنسان كذاب، أبقى إنسان كذاب وقول إن أنا كذاب. لو قلت لك أقدر أوصف لك مدى كرم ربنا. شوف النبي بيقول من تصدق بعدل تمرة فإن الله يتقبلها منه ويربيها له حتى تصير كالجبل، ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير، حتى تصير التمرة كالجبل. تمرة الكريم هيخليها لك جبل. فتخيل لو انت تصدقت بمئة ألف ومئتين ألف وربع مليون ونص مليون من كسب طيب وابتغاء مرضات الله، هتيجي تلاقي حسنات قد ايه. شفت كرمه قد ايه؟
الكرم ليس له منتهى وليس له حدود. ما تقدرش ان انت تقول كرمه واصل لحد الدين او كرمه ممكن يوصلك لايه، ما تقدرش. انت بس اخلص النية، اخلص النية وربنا يكرمك. سبحانك يا ربي. لما مسلمة بن عبد الملك في احدى الفتوحات جاي بيفتتح حصن من حصون الروم، هو بيفتتح الحصن فبيقول لهم مش قادرين نوصل لافتتاح الحصن ده الا من خلال نقب معين، حاجة معينة، سرداب معين، حاجة معينة، حفرة معينة لازم حد يخشها. الحفرة دي ممكن يكون فيها تعابين، ممكن يكون فيها عقارب. فدعا الجيش للدخول فرفضوا، فواحد من الجيش تلثم وراح داخل واحتسب نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى، لو فتحت يبقى كرم من ربي، ولو ما فتحتش ومت يبقى أنا كده خلاص احتسبت نفسي عند ربنا، ربما ربنا يرزقني الشهادة. دخل الرجل ده وعدل النقب دوت ودخل جوه وفتح لهم باب الحصن، ودخل المسلمون وافتتحوا الحصن، والحصن ده كان من وراء حصون كتيرة جدا جدا، بس كان لازم حد يخش النقب ده. فبعد ما دخلوا وانتصروا والحمد لله، وقف مسلمة بن عبد الملك قال أين صاحب النقب؟ حدش رد عليه. عزمت عليكم، أين صاحب النقب؟ حدش رد. قال أسألكم بالله، من الذي فتح لنا الحصن ومن الذي دخل النقب؟ فجاله واحد ملثم قال له أنا صاحبه، أنا أعرف اللي فتح النقب وأعرف اللي دخل النقب ده، أنا أعرفه كويس. وكان بيعرض بالكلام، بس هو ليه شرطين عليكم. قال له إيه هم الشرطين؟ قال له الشرط الأولاني ما تسألوش عن اسمه عشان ما حدش يشكره، وما تمنحوش أي هدية عشان ما تبقوش جزيتوه أو كافئتوه، لأنه لا يريد المجازاة والمكافاة إلا من الله. فقال له مسلمة بن عبد الملك له ذلك، قال له أنا صاحب النقب، أنا اللي دخلت. فقال له ما اسمك؟ قال له أخذ عليكم العهد ما تسألوش عن اسمه ولا تكافئوه، ومشي وسابهم وهو ملثم ومحدش عارف مين اللي فتح النقب لحد يومنا هذا. تخيل ما نعرفش مين صاحب النقب ده، اسمه كده صاحب النقب، مين هو الله أعلم. فكان مسلمة بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة كان لما يصلي بعد كده وهو ساجد كان يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. تخيل انه راجل مخلص، راجل مخلص مش عايز حد يعرف هو مين. لما ربنا يذكر في سورة القصص ويقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مين الرجل ده؟ الله أعلم. هو واحد قريب فرعون، بيقولوا ابن عمه، بس اسمه ايه ما نعرفش. طب ساكن فين برضه محدش عارف. طب حتى كنيته ما قالش. كان ممكن يقول لسيدنا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ان لك من الناصحين، على فكرة انا اخوك في الله فلان الفلاني، ما رضيش يقول، ترك مكافأته على الله سبحانه وتعالى. مين هو ما نعرفش، بس ربنا هيكافئه يوم القيامة لأنه كان سبب في إنقاذ رسول من أولي العزم الخمسة. الرجل اللي كان في سورة ياسين بيقال إن اسمه الحبيب النجار، لكن ما فيش دليل على كده، خبرك هو ما قالش اسمه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم. شوف اللفظ فاسمعون، كأنها جاي من مكان بعيد. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تحس إن في انقطاع. شوف ده إني آمنت بربكم فاسمعون، بعدها في انقطاع قيل ادخل الجنة. هو إيه اللي حصل في الانقطاع ده؟ قتلوه فكان شهيد فدخل الجنة. فلما قالوا له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اسمه ايه الرجل ده؟ ما اعرفش. بعد ما مات بينصحهم وهو داخل الجنة؟ بينصحهم، بذل النصيحة حيا وميتا كما قال ابن عباس.
كانش همه يعرف مين اللي يعرف اسمه. ساعة معركة القادسية لما دخلوا وجابوا الكنوز بتاعت كسرى وسواري كسرى والمجوهرات اللي موجودة عند كسرى، كان في واحد اسمه عامر بن عبد الله التميمي، احنا ما عرفناش اسمه الا لما الناس راحت سألت عنه، هو ما رضيش يقول اسمه. عامر بن عبد الله التميمي دخل قصر كسرى ولقى في سرداب من السراديب صندوق، الصندوق ده كان فيه كمية مجوهرات ولآلئ وألمازات ما فيش حاجة في الدنيا تساويها. فجاب الصندوق وخده وراح يسلمه لسعد بن أبي وقاص. قال: من أين أتيت بي؟ قال: من المكان الفلاني. طيب أما أخذت منه شيئا؟ خبتش حاجة كده على أنا وإنت جاي لنا كده ما فتحتش الصندوق، والصندوق كان مفتوح أصلا، ما فتحتش الصندوق كده وخدت شوية لآلئ أو ألمازات خبتها وجبت لنا الصندوق؟ فابتسم كده ابتسامة عجيبة، قال له: والله لولا الله ما جئتكم به، والله ما كنوز كسرى وقيصر وكنوز العرب والعجم تساوي عندي جناح بعوض، والله أنا كان ممكن ما جيلكمش أصلا، ده أنا جايب الصندوق وانتوا ما شفتوهوش، كان ممكن أخده خبيه في حتة كده وبعد ما الدنيا تخلص كده فامزق أو واخده وراح أي مكان. فبيقول له: والله لولا الله ما جئتكم به. فتعجب سعد بن أبي وقاص، قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال: والله لا أخبركم باسمي فتحمدوني، ولا أطلب شيئا لتكافئوني، إنما طرقت مكافأتي على الله. نماذج عجيبة قوي قوي بجد والله، نماذج تخلي جسمك يقشعر. سبحانك يا ربي، في زمن كتر فيه السرقة والنفاق والكذب والضحك على الناس وكتر فيه اللصوص والنصابين، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين من الأصناف ديت. والله العظيم يا جماعة أقسم بالله الواحد قلبه موجوع، موجوع من اللي بيسمعه. سبحانك يا رب. شفت الناس ديت؟ شفت عامل ازاي لما مشي عامر بن عبد الله التميمي؟ سعد بن أبي وقاص نفسه يعرف مين دوت، الراجل مشي ومرضيش يخبر مين هو وهو متلثم ومش عايز يقول لهم أنا اسمي ايه، وفضل ماشي. على فكرة عامر بن عبد الله التميمي ده أحد الزهاد الثمانية في زمن التابعين، تلاقي قصته في كتاب قصص التابعين كاملة، قصته كاملة تقرأها دماغك دي تلف. حد ما بعت سعد بن أبي وقاص وراه واحد فضل ماشي وراه من غير ما يدرى لحد ما دخل البصرة فسأل عنه مين دوت، هم مش شايفينه، فقال له ما نعرفش. قال لهم الراجل ده، قال له طب انتظر لحظة. فضلوا مستنيين لحد ما وصل بيته فشال اللثام اللي كان حطه على وشه، قال له بس خلاص عرفناه، هذا عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية. رجع الراجل وأخبر سعد بن أبي وقاص، فعشان كده إحنا عرفنا، إنما عارف لو ما كانش بعت وراه حد كانش حد يعرف هو مين دوت. اللهم احشرني مع صاحب النقب، الكلمة اللي قالها مسلمة بن عبد الملك، اللهم احشرني مع صاحب النقب. ممكن تلاقي واحد سبحان الله، أمراض إحنا عايشين في وسط أمراض، ممكن تلاقي واحد عايز يظهر نفسه في كل مشهد، أنا اللي كذا وأنا كذا ولازم أعمل مش عارف مداخلة في حتة الفلانية والمداخلة هنا وأظهر نفسي قدام الناس وأعمل مش عارف إيه، وعايز بأي طريقة سبوت لايت في أي مكان، عايز الناس تعرفني وتشوفني وعايز إن أنا ينسب إلي أي حاجة. شوف في المقابل، اللهم احشرني مع صاحب النقب اللي مش عايز حد يعرف هو مين، ومحدش فعلا عارف هو مين، لكن يوم القيامة لما هنيجي نقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى ونقول له: يا رب هو مين صاحب النقب ده؟ هيقول لنا: ده فلان الفلاني. مش هنعرف اسم الرجل ده إلا يوم القيامة. ولولا إن سعد بن أبي وقاص بعت راجل ورا عامر بن عبد الله التميمي ما كناش عرفنا إن ده عامر بن عبد الله التميمي إلا يوم القيامة. ويوم القيامة برضه هنعرف مين هو صاحب ياسين، هل هو حبيب النجار فعلا ولا واحد تاني؟ ما نعرفش. وهنعرف يوم القيامة مين هو الرجل الذي جاء لموسى عليه السلام عشان يقول له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كل ده هنعرفه. كان علي بن الحسين
رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده علي بن أبي طالب، كان الناس بتتهم بالبخل. لك أن تتخيل واحد من 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 آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم بالبخل، شيء صعب جدا. وفضل متحمل. تخيل حضرتك لما تكون أنت إنسان كريم جدا وبتبذل وبتعمل وتقدم وبتصرف دم قلبك زي ما يقولوا، ورغم ذلك الناس بتقول ده بخيل، ده ما بيطلعش خير أبدا، ده ما بيعملش حاجة، ده عمره ما تصدق أبدا. تخيل، عارف ليه؟ لأنه كان بيقول دايما بينه وبين أحبابه وأصحابه اللي عارفينه كويس، يقول لهم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش يحب يطلع الصدقة قدام حد. وهي الصدقة يعني ينفع تطلع في العلنية ولا لازم في السر؟ بالعكس، الصدقة الأصل فيها هو إن أنت تطلعها علانية. ربنا هو اللي بيقول كده، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم ما فعلتم لو أبديتم الصدقات. عارف ليه؟ لأن أنا لو أبديت الصدقة لقيت واحد فقير في الشارع، واحد محتاج بجد مش واحد متسول، فأنا لما أجي أطلع من جيبي 100 جنيه أو حتى 50 جنيه أو 10 جنيه وقول يا جماعة ساعدوا أخوكم، ساعدوه، ده راجل في أشد الحاجة للمال. فلما أنا أطلع، وخصوصا لما تكون أنت رجل مثلا في محل الدعوة معروف والناس هتقتدي بيك، فلما أطلع الناس كلها تتشجع، فيكون الخير ده عائد للفقير. ربنا قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، شوف الآية بتقول إيه، فهو خير لمين؟ فهو خير لكم، مش لهم، ليكم أنتم. لأن أنت لما تخفي الصدقة هي أقرب للإخلاص، خد بالك. خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ إنما لو أبدتها فهو خير للفقراء. يبقى الأصل في الصدقة أن هي تبديها، بس الكلام ده إمتى؟ لما تكون مطمن لنفسك إلى حد ما، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بنفسك. لو أبديت الصدقة ده أحسن، لو كنت تضمن أن أنت مش هترائي. أما لو كنت تخشى على نفسك الرياء، لا 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 لا، تخفيها أحسن. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هو مش لهم بس لكم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فعلي بن الحسين من شدة إخلاصه كان بيقول لك لا، أنا أخاف على نفسي من الرياء، أخاف على نفسي أو من الرياء، رغم أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك أطلع الصدقة خفية أحسن من أن أنا أقع في باب من أبواب الرياء. فكان بيعمل يا جماعة، كان بيصرف على 100 بيت، 100 بيت، كان يصحى الصبح بعد الفجر أو قبل الفجر بحاجة بسيطة، يفتحوا الباب عشان يروحوا يصلوا الفجر، يلاقوا قدام الباب الدقيق والسمن والسكر والعسل، 100 بيت، 100 بيت، يفضل شايل على كتافه بالحبال كده شويلة مليانة دقيق، كياس كده دقيق وسكر وسمن وعسل، ويلف على 100 بيت من فقراء المدينة، ويحط قدام كل بيت نصيبه، ويتخفى ومحدش عارف هو مين، وبعد كده يروح يصلي الفجر محدش عارف مين اللي ودى الحاجات ديت. أمال عرفوا امتى؟ يوم ما مات. يوم ما مات أهالي 100 بيت الفقراء الغلابة دولت اللي كانوا بيلاقوا الخير ده كله قدام البيت، كانوا يفتحوا الباب فملقوش. هو إيه اللي حصل؟ فالناس قال لهم البقاء لله، علي بن الحسين زين العابدين مات. عارفين مين علي بن الحسين؟ اللي هو صاحب قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والسكن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا هم ولا حزن، سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقوتي ضعفت. أنت عارفين بقية القصيدة، هبقولها لكم مرة. وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سبحانك يا رب، دي قصيدة جميلة قوي قوي، من أجمل القصائد، أنا يمكن أنشدتها مرة، ممكن تلاقوها إن شاء الله على الفيسبوك أو اليوتيوب، اللي هي قصيدة ليس الغريب، قصيدة مؤثرة جدا. هو بقى اللي قال القصيدة ديت، كان زاهد قمة في الزهد،
فلما مات لقوا 100 بيت بيشتكوا ان الاكل اللي كان بيوصل لهم ما جاش، فقالوا سبحان الله احنا كنا بنتهمه بالبخل. فدخلوا سالوا الرجل اللي بيغسله، قال لهم والله لقد وجدت اثار الحبال على ظهري، كان كل يوم بيشيل بالحبال كده على ظهره عشان يوصل ل 100 بيت فقراء. الناس اللي بتخفي اعمالها ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص. اسوأ شيء في الدنيا ان انت تحاول دايما ان انت تظهر نفسك قوي، وان انت تحاول دايما يبقى في سبوت لايت كده عليك، ضوء شهره في كل مكان، انا اللي عملت كذا، انا اللي سويت كذا، وانا اللي قلت كذا، وانا وانا كذا، وانا فلان، وانا وانا انا. دي ممكن تضيع حياتك كلها، وممكن تضيع اخلاصك، وممكن تخلي الناس في يوم من الايام تعرف ان انت ما اخلصت لله في اي امر من امور حياتك ولا دينك ولا دنياك. ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص يا رب، ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص. فشوف سبحان الله، فشوف ليله القدر هذه من الاشياء التي اخفى الله اجرها. قول لي ازاي اخفى اجرها؟ ده ربنا قال ليله القدر خير من الف شهر. اقول لك ما هذا هو عين الخفاء. ربنا ما قالش ليله القدر بالف شهر، انما قال ليله القدر خير، بيقول يا مسلمين خير من الف شهر. طب ليه الف شهر؟ ليه ما قالش خير من مليون شهر؟ قال لك لان ربنا لما انزل القران انزله بلغه العرب، والعرب كانوا لا يعرفون رقما بعد الالف. حتى اقرا كده في الاحاديث واقرا في سير الصحابه تلاقي ايه، يقول لك فلان عنده الف الف. طب ما كان ممكن يقول مليون، ما كانوش يعرفوا كلمه المليون، كانوا يعرفوا الارانب بقى والحيتان والفيله اللي احنا عارفينها دلوقتي. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب، يرزقنا واياكم يا رب العالمين. يعني زي ما النبي كان بيدعو دائما كما عند النسائي بسند صحيح، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا او توفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. والمسكين ده مش شرط ان يكون فقير يا جماعه، ده ممكن يكون عنده بس ما بيخليش، زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم. كان يجيله كتير قوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس الغنائم، ورغم ذلك كان عمره ما يبقى عنده أي شيء أبدا أبدا، كان على طول بيطلع، على طول بيطلع، عمره ما قال لحد لا أبدا. لدرجة يجيله واحد يا جماعة يقول له يا رسول، يقول له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، أعطيني مما أعطاك الله. فقال له خذ الغنم بين جبلين، أدي جبل وأدي جبل، وبين الجبلين ما لا يقل مثلا 10,000 شاة. يقول له خذ الغنم اللي بين جبلين، خذهم. إيه ده، معقول النبي يعطي غنم بين جبلين؟ أي نعم، لأن النبي عارف إن الفعل ده هيكون من وراء إيه؟ قبيلة كاملة أسلمت. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل خد الغنم بين الجبلين وراح للقبيلة بتاعته وصرخ من قلبه، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. الرجل ده ما بيخافش الفقر أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. القبيلة كلها أسلمت، لأن اللي يعمل كده لا يمكن يكون بيبص الدنيا أبدا. النبي عليه الصلاة قبل ما يموت يقول لأمنا عائشة تصدقي بالدنانير، 7 دنانير. النبي عليه الصلاة ما حلتوش حاجة خالص، صلى الله عليه وسلم هو غني صلى الله عليه وسلم، لكنه كل اللي بيجيله بيتصدق بيه، عمره ما بيخلي حاجة أبدا. بيقول والله لو كان لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يمر علي ثلاث ليال إلا وأنا أفعل به هكذا وهكذا وهكذا. بيقول ما يسرنيش لو عندي جبل أحد ذهب، جبل أحد ذهب، شفتوا أكيد حضراتكم جبل أحد. بيقول لو عندي الجبل ده كله ذهب والله ما خلي 3 أيام يعدوا علي إلا وأنا أقسم الذهب ده اللي في الجبل ده كله وأديه للناس كده وكده وكده، مش هخلي حاجة عندي أبدا إلا شيئا أرصده لدين. بس دي الحاجة الوحيدة اللي هخليها، أخلي كم حتة كده لو علي ديون أأدي بها الدين اللي علي عشان ما القاش ربنا سبحانه وتعالى وعلي دين. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم، أمنا عائشة بتقول لعروة بن الزبير ابن أختها، بتقول له لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. فيش طبخة بتتعمل في بيت النبي 2 شهر كاملين تقدر تقعد أسبوع كامل زوجتك ما تطبخ لكش طبخة كده حلوة،
أو تعمل لك حتى شوية شاي على النار ولا أي حاجة تقدر تقعد كده شهرين؟ مين يتحمل؟ تقدر تقعد أسبوع؟ النبي كان يقعد شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. فعروة بن الزبير بيقول لخالته: فما كان يعيشكم يا خالة؟ ومن عائشة تبقى خالته. فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. النبي كان عايش على التمر والمية، تمر وشوية مية، شهرين كاملين، وما اشتكاش وما قالش ليه يا رب ليه، وما قالش ليه الدنيا عاملة كده، وليه الحالة جيم، وليه الظروف عاملة بالمنظر ده. تمر ومية مش فارقة معاه، ما شبع من رضيء التمر ولا خبز الشعير. خبز الشعير ده تاكله يقطع جوفك، يقطع جوفك بجد، خبز بشع يعني ما يتاكلش فعلا في أيامهم. إنما دلوقتي ممكن بيتطحن دلوقتي وبيتعمل خبز جميل، إنما أيامهم ما كانش بيعرفوا يطحنوا الطحن ده، خد بالك. فكانت لما تاكله يشوك في, 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 في زورك. ورغم ذلك ما شبع من رضيء التمر ولا خبز الشعير ثلاث ليال، وكما عند البخاري ومسلم مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير صلى الله عليه وآله وسلم. ينام كما عند الترمذي بسند صحيح، ينام على الحصير لحد ما الحصير أثر في جنبه الشريف. فابن مسعود بيقول له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بيقول لهم قدر الدنيا أو, 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 أو الدنيا عندي كلها هي عبارة عن إن وقفتي وأنا ماشي مسافر تحت ظل شجرة، وقفت 10 دقائق بس كده أريح نفسي تحت الظل ديت ومشيت، هي دي الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه السلام يعني مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، وهو عند الموت يخير بين أن تصير له جبال مكة ذهبا فيقول: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فالدنيا كلها مش فارقة معاه، ورغم كل دوت النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلب أي حاجة من أمور الدنيا خالص، عمره ما طلب حاجة وعمره ما طمع في أي حاجة، بل عند الموت يقول له من عائشة: تصدقي بالدنانير السبع يا عائشة. فيغشى عليه ويفوق: هل تصدقت بهن عائشة؟ تقول له: شغلني مرضك يا رسول الله. قال: تصدقي بهن كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دنانير أو 9 دنانير كما في الرواية. تخيل حضرتك، ويجي بعد موته صلى الله عليه وسلم، شوف هو قال قبل موته كده، وبعد موته تشوف الواقع بقى، يقول: نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سيدنا أبو هريرة يمزح مع الصحابة بعد موت النبي عليه السلام بأيام، عرف أن في حلقة علم في مسجد النبي عليه السلام، فيقول للتجار: أما زلتم في تجارتكم وفي درهم والدينار؟ اذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ميراث النبي يقسم. بيقول لهم: أنتوا مساكين، ما معقولة سايبين التركة بتاعت النبي بتتقسم في المسجد وقاعدين هنا لسه بتحسبوا في الدرهم والدرهمين؟ قفلوا الحوانيت الدكاكين وجريوا على المسجد التجار، فلقوا المسجد مفيش حاجة غير واحد قاعد في مجلس عمال بيعلمهم أحاديث النبي عليه السلام. قالوا: أتسخروا منا يا أبو هريرة؟ ما وجدنا شيئا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا رجلا يعني بيشرح أحاديث النبي عليه السلام. قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأنبياء ما بيورثوش ليه يا جماعة؟ عشان ما حدش يظن في يوم من الأيام إن الأنبياء دول جم بيدعوا الناس ليهم هم شخصيا وبياخدوا منهم فلوس وبيلموها تحت أي مسمى بقى، بحيث لما العالم ده يموت يلاقوا عنده ما شاء الله 50 مليون، 70 مليون، 100 مليون، 2 مليون. ما ينفعش يكون عالم، ما ينفعش، لا. يعيش ويعيش 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 كريمة العالم، خصوصا في زماننا ده، يعيش عيشة كريمة وما يحتاجش لحد وما يطلبش حاجة من حد، لكن ما ينفعش يبقى عالم ملياردير، خد بالك. ما ينفعش عالم يبقى مجمع فلوس الدنيا ومكنس فلوس الدنيا كلها تحت مسمى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا
وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالمولى عز وجل لما كان بيخاطب بلغة العرب، ليلة القدر خير من ألف شهر، مش بألف شهر، خير قد إيه يا ربي؟ محدش يعرف. ليلة القدر دي محدش يعرف، سبحان الله. زي ما ربنا تكلم عن الصيام كما عند مسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مش معنى الصيام؟ أمال الصلاة لمين؟ مش لله برضو؟ والحج مش لله؟ والزكاة مش لله؟ كله لله. أمال ليه قال إلا الصوم فإنه لي؟ قال الإمام أحمد: لأن الصيام لا رياء فيه، صيام الفريضة مش النافلة، صيام رمضان ما فيهوش رياء، ما فيش حد بيطلع ويقول يا جماعة أنا على فكرة صايم رمضان، ما كل الناس صايمة أو أكثر الناس صايمة، خد بالك. فلا رياء في الصوم، فربنا اختار أخلص عبادة. أنا ممكن أرائي في صلاتي، ممكن أرائي في الزكاة وأنا بدفع قدام الناس، ممكن أرائي في الحج، راح حج مرة واثنين وثلاثة وأكتب على البيت الحج سبعة الحج ثمانية وأرائي، إلا الصيام حدش يرائي فيه. فربنا اختار أخلص عبادة، قال إلا الصوم فإنه لي، ومدام لي وكل العبادة بتاعت الصيام كلها فيها إخلاص، قال لك فالأجر لا تستطيع أن تعرفه. قال وأنا أجزي به. مين اللي هيجزي؟ الكريم الودود الشكور سبحانه وتعالى، فهو اللي هيجزيك. قد إيه ما تعرفش، لأن الصوم من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حد يعرف حسابه قد إيه؟ سبحان الملك. بيفكرني بحاجة عجيبة جدا، حديث رواه أبو داود الطيرسي بإسناد حسن، إن واحد كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بعد ما ركع وقال سمع الله لمن حمده، فالصحابي قال جملة هو ما سمعهاش من النبي قبل كده، بس هو قالها اجتهادا منه، قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاة قال: من قائل تلك المقالة؟ فالصحابي حس انه ايه، كأنه عايز يقول انا قلت حاجة اكيد غلط، فالنبي هيزعل مني، فسكت. فقال: من قائل تلك المقالة؟ قال: اتوب الى الله يا رسول الله، هل قلت شيئا؟ انا قلت حاجة غلط؟ قال: لا، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يكتباها، فصعد إلى ربهما جل وعلا وقال: يا رب، عبدك فلان قال كلمة لم نستطع أن نكتبها. قال: ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال: لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا: اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. أنتم ما تعرفوش، مش انتوا ملايكة؟ ما تعرفوش كم ينبغي من الحمد بما يوازي جلال وجه الله وعظيم سلطانه؟ مين يعرف كده إلا الله سبحانه وتعالى؟ ده النبي قالها كده بكل صراحة ووضوح، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا معرفش أحصي ثناء عليك بما يكافئ النعم اللي انت ديتهن، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة كما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند العرش فيقول صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي. يلهمه بأشياء يحمده بها ما ألهمش بها حد من قبل النبي عليه السلام، حاجات بقى جديدة قوي، حاجات بجد ما نقدرش نتخيلها. سبحان الملك سبحان الملك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. العرش بيحمله كم ملك؟ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الثمانية دول لو ساب العرش يقع؟ لا، ما يقعش، لأنهم لا يحملون العرش بقوتهم وإنما بقدرة الله جل وعلا. ولذا ورد في تفسير قول المولى عز وجل كما في سورة هود: وكان عرشه على الماء. قال ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: فلما كان عرشه على الماء أمر الله عز وجل الملائكة أن تحمل عرشه، اللي هم الملائكة الثمانية،
فقال لا نستطيع. فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي. يبقى العرش بيحمل بحول الله وقوته مش بقوة الملائكة، إنما الملائكة أعانهم الله على حمل العرش. الملك الواحد فيهم حجمه قديه وشكله قديه؟ والله يا جماعة بصدق هقول لكم الحديث، لكن ممكن عقل الواحد يطيش، ممكن عقل الواحد فعلا يحصل له حاجة. حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتشوف الحديث ده موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني في المجلد الأولاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. اقرأ كده اللي بين السطور، رجلين الملك في الأرض السبعة، في الأرض السفلى، سبع أرض، وشائئ سبع أراضي، سبع أرضين، وشائئ ما بين السماء والأرض، وشائئ ما بين السماء الأولى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى الكرسي إلى عرش الرحمن. ضم للحديث ده حديث تاني عجيب قوي، حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة. حلقة رمت في صحراء، هات لي النسبة والتناسب بين خاتم وبين صحراء أو الصحراء الغربية مثلا، مفيش نسبة ولا تناسب، ولا أي كالكوليتر في العالم يقدر يجيب النسبة والتناسب. فبيقول لك السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. احسبها كده هتيجي إزاي؟ ما تجيش. فالنبي بيخبر بيقول الملك ده شائئ الأرضين السبع والسماوات السبع وما بينهما، وكما قال ابن مسعود والحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى يعني إلى نصل إلى السابعة. شوف سبحان الله، فالملك شائئ سبع أراضين، وشائئ ما بين الأرض إلى السماء، وشائئ بقى السماوات السبع، وشائئ خد بالك الكرسي واصل للعرش على قرنه العرش. قوته قد ايه وحجمه قد ايه؟ حاجة فوق الخيال. ورغم من ذلك شوف قمة التواضع من ملك عبد من عباد الله، يحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. في ناس بتكذب فيه، في ناس بتحلب بربنا كذب فيه، بقول لهم اقروا الحديث ده، الملك ده بالعظمة دي كلها بالحجم ده كله بيقول له سبحانك ما أعظمك، فربنا بيقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني النبي عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج شاف أوضاع للملائكة، ثلاث أوضاع ملائكة وقوف في عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى، وملائكة ركوع في عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا يتناكحوا ولا يتناسلوا، الملائكة حياتهم كلها عبادة، نفسهم عبادة، كل حاجة في حياتهم عبادة، وطاعة لأوامر وتنفيذ أوامر المولى عز وجل، ما عندهمش أي شهوة لأي معصية، ما بيعصوش ربنا أبدا، هم مش مركب فيهم أصلا حتة الشهوة، أصلا مش موجودة فيهم أصلا، يعني مش نقول مثلا هو جواه شهوة بس هو ما بيعصاش، لا هو ما فيش جواه أصلا شهوة لأي معصية. وملائكة سجود لله، الملائكة سبحان الله اللي هم ساجدين دولت شوف بقى مخلوقين من قبل خلق آدم عليه السلام، شوف بقى من قبل خلق آدم إلى قيام الساعة ساجدين لله، فإذا قامت الساعة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شوف اللي بحب الأعمال بيفكر هو هيقضي العشر الأواخر من رمضان دي إزاي، يعني هو أنا هفضل طول الليل أصلي؟ شوف هم
سجدة واحدة منذ خلق الملائكة إلى قيام الساعة، ولما يقوموا من السجدة الواحدة ديت يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالنبي تمنى التلات هيئات ديت، تمنى إن ربنا يجمع له عبادة فيها الوقوف والركوع والسجود، فربنا أكرمه في التو واللحظة بأن تفرض عليه الصلاة من فوق 7 سماوات، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات. بنهدي الكلام ده للناس اللي مش بتصلي أو اللي مش محافظة على الصلاة، كل عبادة فرضت والنبي موجود في الأرض فنزل جبريل وأخبره بهذه العبادة إلا الصلاة، إكراما لهذه الفريضة العظيمة، الركن العظيم من أركان الإسلام، اتفرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة من فوق 7 سماوات. تخيل، فأعطاه الله التلات هيئات، قيام وركوع وسجود، وكانوا 50 صلاة. تخيل لو كانوا 50 صلاة، يعني كان الواحد يخلص الصلاة ويسلم تمام ويدوب يريح 5 دقايق ويخش في الصلاة اللي بعدها، ويريح 5 دقايق ويخش في اللي بعدها، يبقى ما فيش لا أكل ولا شرب بقى، ولا زوجتك ولا أولادك ولا حياتك ولا مستقبلك ولا أي حاجة خالص، هي بس صلاة وبس، كانت تبقى الحياة صعبة أو صح؟ خيل ربنا لما يخفف لك 50 صلاة ل5 صلوات، والخمسة يخليهم لك بأجر 50، ولما تروح تصليهم في المسجد كمان الصلاة 27 صلاة أو 25 صلاة على اختلاف الروايات، ولما تصلي الصلاة ديت في المسجد الحرام كل صلاة 100,000 صلاة، ولما تصليها في مسجد النبي كل صلاة 1,000 صلاة. إيه الجمال ده كله؟ وكمان ممكن تضاعف الصلاة في رمضان، وإن كان الحديث يعني مضاعف بعض أهل العلم إن الصلاة بتتحسب ب70 صلاة، فيعني لكن شوف قد إيه الفضل والكرم، شيء فوق الخيال بجد يا جماعة، شيء فوق الخيال. يبقى ليلة القدر خير من 1,000 شهر، قد إيه يا ربي؟ محدش يعرف، ومش هتعرف أجرها إلا يوم القيامة. تخيل، والليلة دي ليلة وترية، عايزين نحرص على كده. احنا جايين من التراويح وبندي الدرس، خلصنا التراويح في تهجد، الحق نفسك مش قادر اروح المسجد، صلي حتى في البيت، قوم صلي، مش قادر اقوم اقف، صلي وانت قاعد، وانت قاعد حتى امسك المصحف كده، مش حافظ، امسك المصحف في ايدك كده، الله اكبر، حتى عشان ما لو حد بيصلي وراك حاجه يعني من اهل بيتك حتى كبر بس وانت واقف تكبيره بس، حتى اقعد على الكرسي، وهم لو مش قادرين يصلوا وهم واقفين يصلوا وراكم قاعدين، يكبروا بس كده ويقعدوا، خد بالك. طب مش قادر تعلي صوتك، صلي لوحدك وكل واحد يصلي لوحده، وافتح المصحف كده واقرا، ما يبقاش همك انك تجيب اخر الجزء. النبي كان ممكن يقرا ايه واحده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، او ايه تانية، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ويقعد يصلي ويبكي. اقعد صلي، اوعى تنسى دعاء ليله القدر، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عارف لو 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 قلنا حتى ليلة القدر مش بقى خير من 1,000 شهر، لو قلنا حتى انها ب1,000 شهر، عارف معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان الآية الواحدة اللي بتقراها في الليلة ديت افضل من 60,000 آية في اي ليلة تانية، معناها ان كل ركعة افضل من 60,000 ركعة، معناها ان كل تسبيحة افضل من 60,000 تسبيحة، معناها ان كل خير بتعمله في الليلة دي افضل من 60,000 زيه. تخيل حضرتك الفضل والخير الكبير. واللي أجمل من ده كله إنك تعفو عمن أساء إليك، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، هو ده كلام النبي عليه السلام. عشان كده كان دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ليه ما قالش اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ قال لك المغفرة هي الستر، إن ربنا يستر ذنوبك، لكن تيجي يوم القيامة هيعاتبك ويحاسبك لكن مش هيعاقبك ما دمت تبت، إنما لو عفى عنك هيخلي الملك يمسح لك أصل الذنب من الصحيفة، فلما تيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. عارف عاملة زي إيه؟ أختم بها حلقة الليلة دي، عاملة زي واحد مدير شركة عنده موظف خسر شركة 5 مليون، فجاب الموظف قال له أنت تاريخك كله مشرف وجميل وصفحتك بيضة، بس عملت مشكلة كبيرة، خسرت الشركة 5 مليون جنيه، والورق ده هو اللي يثبت ان انت خسرت الشركة. انا هحتفظ بالورق ده عندي وهسامحك المرة دي، لكن الورق ده هيفضل عندي افكرك بيه، كل لما تعمل غلطة اقول لك شفت ده انت خسرت الشركة في يوم من الايام 5 مليون، لكن انا مسامحك المرة دي. دي اسمها ايه؟ مغفرة، غفر لك.
إنما لو قال لك أنت راجل تاريخك جميل وناصع وأبيض بس أنت خسرت الشركة 5 مليون، فأنا هسمحك ومش كده وبس، وهقطع الورقة أو الورق اللي يثبت أن أنت خسرت الشركة عشان تعرف أن احنا هنبدأ مع بعض صفحة جديدة. ده اسمه إيه؟ عفى عنك. فلو ربنا غفر لك يوم القيامة هيحاسبك ويعاتبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من نوكش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني: من نوكش المحاسبة هلك. يبقى عذابه هلك لو ربنا قعد يعاتبك على كل حاجة، لكن لو عفى عنك هيمسح لك أصل الذنوب من أصل الصحيفة، تيجي يوم القيامة خش الجنة بلا حساب ولا عذاب. الله، شفت قد ايه؟ اعفوا عن بعض وسامحوا بعض وابدأوا صفحة بيضة وجديدة وجميلة عشان ربنا يعفو عنكم. وما تنسوش دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عايز تخليك ذكي أكتر وأكتر، ادعي الدعاء ده وجنبيه قول: يا رب اعفو عن أخي فلان، واعفو عن أخي فلان وعن أخي فلان. فالملك يقول لك آمين ولك بمثل. هنكمل بكرة بركة السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بدأناه لما قال لهم اجمعوا حطبا، وقالوا له: لو النبي أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي، لكن لو أمرناش مش هنعمل كده. ليه معاكم عاد بكرة وبعده، علشان بعد كده إن شاء الله مسافر عندي مؤتمر في الكويت. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني سامحوني بطلب منكم ادعوا لي ربنا يعني يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة. يا رمضان الحياة مشتاقة لي، يا رمضان من زمان مستنيها.